طب النهارده احنا برضو قاعدين بنعمل ايه في ليبيا؟ هو مين، وانا بقول كده لكل اللي بيسمعني، هو مين اللي له مساس للامن القومي بشكل مباشر؟ امننا القومي في مصر يمثل بشكل مباشر من الموقف في ليبيا. يعني كان اولى بينا احنا ان احنا نتدخل تدخل مباشر في ليبيا ولدينا القدره، لكن احنا ما عملناش كده. احترمنا ظروف ليبيا وقلنا ان احنا نحافظ على العلاقه والاخوه اللي بيننا وبين الشعب الليبي، لان لن ينسى لنا الشعب الليبي ابدا تدخلنا بشكل مباشر في امنه. اذا كنا بنتكلم على تقليل حجم المشكله، طب ما تيجي الاول نتعامل مع المسائل اللي موجوده في الاقليم في دوله زي سوريا ودوله زي ليبيا، وتستعيد الدوله الوطنيه مكانتها وبسرعه حتى نقلل من حجم المشكله. لما المشكله عمل ايه؟ انا بقول ان المشاكل دي بتاعت 2011 و12 ولغايه دلوقتي هو عباره عن، عارفين التفاعل المتسلسل؟ احنا بقينا داخلين دلوقتي في الازمات المتسلسله، ازمه يترتب عليها ازمه اخرى، وازمه يترتب عليها ازمه اخرى. ما يحدث في لبنان، وانا طبعا بتكلم من يعني شقيقنا من وزير الدفاع اللبناني، ما يبقاش في حرج ان انا اذكر لبنان واحنا قاعدين، كان عباره عن تداعي نتيجه موقف حصل. اذا النهارده، طب وبعدين؟ طب لو النهارده، خلونا بقى نكمل وارجو ان ده ما يكونش مسيء. طب لو الامر تطور في لبنان الى اكثر من ذلك، اذا احنا بقى عندنا سوريا، وبعدين لا قدر الله عندنا لبنان. عندنا لبنان، اذا احنا النهارده الازمه ما بقتش على قد سوريا، ومش على قد المهاجرين اللي موجودين في سوريا اللي خرجوا من سوريا يعني. لا، ده كمان هيبقى فيه كمان مشكله اخرى. اذا كنا بنتكلم على 2 مليون اللي هم موجودين جوه لبنان دلوقتي.